على أن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن أندرو بارستر الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسلم حقيبة وزارة العمل سحب ترشيحه وفي قرار اضطر إلى أخذه بعد كشف معلومات مثيرة للجدل حول حياته الشخصية والمهنية. وبارستر هو العضو الوحيد في الحكومة المستقبلية لترامب والذي يسقط بهذه الطريقة، مما يعتبر إهانة لرئيس الجمهوري الذي لم يكتمل فريقه حتى ساعت بسبب العقائد غير مسبوقة من المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ المسؤول عن تثبيت كل تعيينات رافعة المستوى.